واشنطن مع مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الأستاذ خليل جهشان. أهلا بك معنا في التلفزيون العربي. نتحدث عن مرحلة جديدة تكاد تكون حربا شاملة على لبنان، الضاحية تتلقى ضربات عنيفة بسلاح أمريكي واستهداف أيضا مرافق ربما تعتبر حيوية في لبنان، والتهديد باستهداف مطار رفيق الحريري الدولي. ما هو تقييمك لهذه المرحلة التي وصلنا إليها الآن؟ لا شك أنها مرحلة جديدة تشكل تصعيد نوعي غير معهود في الصدام الجاري حاليا بين إسرائيل وحزب الله. وطبعا يعني نتنياهو كان صريحا في الواقع في خطابه أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، فقام بتقديم بالأساس تحدي للأسرة الدولية، تحدي للأمم المتحدة، وقدم إعلان حرب من جديد، يعني إعلان حرب كامل لا غبار عليه. لا يمكن أن نتساءل عن أهدافه أو طبيعته، فأعلنها حربا شعواء على الطرف اللبناني. طبعا يعني إسرائيل من الواضح أنها تشعر أن زمام المبادرة بيدها حاليا بعد العمليات التي شاهدناها خلال الأسبوعين الماضيين، أو خصوصا الأسبوع الماضي، وتريد دون أن تدخل ربما يعني أو ترسل جيوشها على الأرض داخل لبنان، تحاول أن تدمر لبنان كليا، لأنها تشعر أنها الآن حسب تصريحاتها تستطيع أن تدمر حزب الله. ولكن هذا فيلم قديم، يعني هذا ما سمعناه في غزة، ولم تستطع في الواقع إسرائيل أن تدمر القدرات العسكرية لحماس كما حاولت منذ لكن سنة كنا تقريبا نتوقع سيد خليل وفشلت في لهجة ذلك، ولكنها أمريكية، تستعمل نفس الأسلوب. نعم كنا نتوقع لهجة أمريكية أكثر حزما لإسرائيل فيما يتعلق بالجبهة الشمالية وباستهداف لبنان بهذا الشكل. الكثيرون كانوا يتوقعون ذلك، ولكن بصراحة كلما اقتربنا من الانتخابات، موعد الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر، يستحيل ذلك على أي رئيس حتى ولو كان رئيس عقلاني وعادل وملم بكل هذه الأمور، وهذا لا ينطبق على الرئيس الحالي بايدن. فلست مستغربا بأنه في الواقع لم يقدم أي شيء، يعني حاول أن يعتمد على بعض الحلفاء في أروقة الأمم المتحدة، فرنسا وغيرها، بتقديم مشروع تفاوضي لوقف إطلاق النار، ولكنه كان يعرف منذ البداية أن مشروعه مرفوض، وجاء حليفه المدلل وحبيبه صديق الحميم نتنياهو ورفض علنا أمام الأسرة الدولية ككل، رفض هذا الاقتراح، بالرغم من أنه وعد قبل أن يأتي إلى الولايات المتحدة بأنه سيفكر في تفاصيل هذا الاتفاق ويأخذ بعين الاعتبار، ولكنه رفضه كليا بناء على كما قلت يعني تفكيره على عنجهي، بأنه الآن يملك زمام المبادرة ويستطيع كما قال أن يحرز النصر الكامل لا غير. نعم أستاذ خليل، أود أن أشير إلى ما قاله منذ لحظات جوزيف بوريل: كل الضغوط الدبلوماسية تمارس لوقف إطلاق النار، لكن يبدو أن لا أحد قادر على إيقاف نتنياهو. وهنا أود أن أسألك أستاذ خليل، إذا كان الديمقراطيون يتعاملون مع الشرق الأوسط بهذا الشكل، إذن لماذا نأمل أن لا يفوز دونالد ترامب في هذه الانتخابات طالما أن الجمهوريين والديمقراطيين يسيرون على نفس الخطى؟ لسببين رئيسيين. السبب الأول أن ترامب أسوأ من بايدن، يعني ربما في الشرق الأوسط لا يستطيع الإنسان، يعني كما قال البابا تختارون ما بين السيء والأسوأ. بالطبع هذا هو الوضع الحالي، وهذا هو الوضع الذي يواجهه الناخب الأمريكي في الخامس. ما هو الأسوأ سيد خليل؟ يعني هذا السؤال، ما هو الأسوأ من ذلك؟ أولا الأسوأ هو أن نتنياهو لا شك أنه يحظى بتأييد وتسليح من الولايات المتحدة، ولكن هناك بعض الخلافات على الأقل التي يمكن استغلالها في إدارة ديمقراطية في المستقبل تشعر بالتغيير الجاري حاليا في الولايات المتحدة، الذي لم يترجم حتى الآن، ولكنه قد يترجم
إلى قضايا سياسية بعد الانتخابات بسبب الانقسامات التي سببته الحرب في غزة داخل الحزب الديمقراطي. حتى الآن لم يحدث أي تغيير جذري، تغييرات سطحية لفظية دون يعني أي مغزى سياسي، ولكن بعد الحرب من الممكن إذا ما استمرت الجهود. بينما ترامب والحزب الجمهوري الآن لا يعترف بأن إسرائيل من الممكن أن ترتكب خطأ بالمرة. ثانيا، هناك الآن حراك جدي لدى المؤيدين لإسرائيل هنا بإقناع ترامب أن يقوم بأول خطوة كما فعل في فترة حكمه السابقة، وضم واعترف بضم القدس واعترف بضم الجولان. الآن جاء دور الضفة، وهو يعد داعمين له من الصهاينة بأنه في الواقع سيؤيد ضم الضفة إلى إسرائيل. نعم، الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إنه واشنطن لم تكن على علم ولم تشارك في هذا الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت، علما أن الجانب الإسرائيلي قال بأنه أبلغها قبل وقت قصير بقيامه بهذه العملية. ماذا تقول؟ يعني من نصدق أستاذ خليل؟ عذر أقبح من ذنب، لا أصدق كلا الطرفين بصراحة، ولكن عذر أقبح من ذنب، بمعنى أن العلاقة الاستراتيجية، العلاقة العسكرية، العلاقة في الواقع يعني أجهزة الأمن الأمريكية والإسرائيلية متعاونة بشكل غير معقول، فلا يمكن أن تتم خطوة من هذا النوع بدون معرفة الطرف الأمريكي، حتى ولو حاول الطرف الإسرائيلي تغطية جرائمه بعدم الإعلان علنا للملأ على اتخاذ مثل هذه الخطوة. يعني هذا ما جرى في فلسطين، هذا ما جرى في غزة، هذا ما جرى في الضفة، وهذا ما يجري في لبنان الآن. إسرائيل على اتصال يومي متواصل، خصوصا وزارة الدفاع وأجهزة الأمن. ووزارة الدفاع الإسرائيلية كما تعرفين وأجهزة الأمن يعني ليس على اتفاق تام بصراحة مع نتنياهو، هم أقرب إلى الإدارة الأمريكية منهما إلى الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو، فالتنسيق جاري. وأعتقد شخصيا أن الإدارة الأمريكية كانت على علم تام. هذا الإنكار هو مجرد كلام جمباز لفظي، كلام للنفي فقط للتهرب من المسؤولية.